راح أتكلم اليوم عن المرأة الواثقة من نفسها. كيف وليش يفضل الرجل هذه المرأة؟ وليش هذا يعتبر سر ما يقول فيه وما يقول فيه الرجل؟ ممكن لو الرجل قال والله أنا أفضل المرأة الواثقة من نفسها كان الموضوع فيه شوية يعني شعور إنه بتجي هذه امرأة قوية، بتجي هذه امرأة يعني تأخذ جو الرجولة مني أو تأخذ جو القوة مني. لكن الرجل لما يتعامل مع المرأة، خلونا نفترض الآن أمامي امرأة غير واثقة من نفسها وامرأة واثقة من نفسها. الآن نبدأ مع المرأة الغير واثقة من نفسها. وين تبغين نتعشى اليوم؟ ما أدري بكيفك. أوكي طيب نجيب لها المطعم الفلاني. لا ما أحب المطعم الفلاني. طيب مش تحبين أي مطعم؟ ما أعرف يعني شيء أحسن من كذا مثلا. أوكي طيب بكرة نبغى نسافر. وين تبغين تسافرين؟ ما أعرف، خلني أشوف أكلم ماما أسألها وين الهبة فيه، أو خلني أكلم أختي أسألها الناس حابين في أي دولة هذا الصيفية عشان سافر لها. ترجع زوجها بروح المكان فلاني، أختي تقول إن هذا أحسن مكان. أوكي أنا متزوجها ولا متزوج أختها. أوكي ماشي عندي. اللي بعدي بكرة نبغى نغير بيتنا، نبغى نغير أثاثنا، نبغى كذا. أوكي لحظة خلني أشوف في سناب شات الفاشينيستا الفلانية تقول إنه الأثاث الفلاني هو الأثاث الزين وكذا. أوكي نتزوجها ونتزوج الفاشينيستا، يلا أوكي هذا الشيء ماشي، الأثاث الفلاني الطريقة الفلانية. وهكذا يمشي، يحس إنه مرات تبغين يمين ولا تبغين يسار؟ ما أعرف أنت اختار. أوكي اختار يمين، تقول لا ليش اخترت يمين؟ أنا كنت أبغى يسار. طيب ليش ما قلتي إنه يسار؟ كنت أبغاك أنت تفهم من نفسك، يعني كنت أبغاك تحس من نفسك، كنت أبغاك تكتشف الموضوع من نفسك. طيب ماشي قاعدة في البيت تشتغل، عندها أطفالها، عندها عمل كثير مضايق، دخل زوجها أنت وأنا كنت أشتغل كل اليوم وأنا كنت أكرف كل اليوم وأنا تعبانة كل اليوم. أوكي طيب شو المطلوب؟ بس كده يعني بتفش خلقها، يعني بتطلع كل الغضب اللي بداخلها. شو المطلوب؟ في شيء مطلوب ولا ما في شيء مطلوب؟ ما تدري وش تبغى، ما تعرف هي تبغى شغالة، هي تبغى يشتغل معاها، هي تبغى يساعدها، هي تبغى يشيل الأطفال عنها. لغز محير، ما يدري الرجال شو وش يسوي معها هذه المرة. إذا سوالها شيء قالت ما يصح غلط، طيب وش الصح؟ ما تدري هي وش الصح، تبغين هذا الشيء ولا ما تبغين هذا الشيء؟ خلني أكلم أمي، خلني أكلم أختي، خلني يعني يحس إنه متزوج الحارة، متزوج العائلة، متزوج القبيلة، متزوج الفاشينيستات كلهم مع بعض، متزوج، ما يحس إنه في شخصية واضحة ومعالم واضحة يتعامل معها. خلونا نشوف المرأة الثانية. مش تبغين نتعشى اليوم؟ نتعشى المطعم الفلاني. مشتهية شيء فلاني. أوكي كنت واضح. طخ نجيبها اللي هي تبغاه. وين تبغين نسافر؟ والله خاطري الصيف هذا ابغى اروح لندن. اوكي خلاص واضح تعرف ايش تبغى. تبغين يمين ولا يسار؟ لا ابغى يسار. رجع من الدوام وهي تعبانه ومره طافيه من العيال ومن الحوزه، بدل ما تسوي قصه طويله عليك تقول بليز انا احتاج شغاله ترى بعد اتحمل، ترى مره الوضع جدا مسكين. فالان بالنسبه للرجل الحين يشوف التعامل وطريقه التعاطي يوميا مع المراه رقم واحد مو واثقة من نفسها، ولا عارفة وش نوعها، ولا عارفة كيف تقرر، ولا عارفة هويتها، ولا تعرف هي مين وليش وكيف ومتى، يعني غامضة حتى بالنسبة لنفسها. وبين مرأة هي عارفة معالمها، عارفة وش تبغى، تعرف وين رايحة، وتعرف من وين جاية، وتعرف كيف تختار، تعرف كيف تقرر. تالي بالنسبة لهذا الرجل يعني الحياة مع المرأة الأولى مزعجة، موترة، مشوشة، ما لها معالم، ما يقدر يوصل لهدف، ما يقدر يسعدها، ما يقدر يخليها ترتاح، ما يقدر يوصلها للنقطة اللي هي تبغاها. بينما المرأة الثانية على طول تعطي الرجل اللي هي تبغاه، هو يقدر يتجاوب معها بطريقة جدا إيجابية. لذلك أحد أسرار الرجل أن الرجل يفضل المرأة الواثقة من نفسها، لأنها تجعل الحياة أسهل وتجعل الحياة أسعد.